عندنا إيجاز معلومات عن المهمة. المهمة طبعا تطهير موقع قناص أسفل رقابة النمصة اللي هو 20 ألف. طبعا المهمة إن شاء الله تحت السيطرة. المهمة بالنسبة للرقابة بالنسبة للموقع قناص اللي راح نطهره جاء من الرماية تقريبا قبل 3 أو 4 أيام. تم استطلاع الموقع أكثر من مرة، تم رماية كثافة نيران على الموقع، وإن شاء الله أن الوضع تحت السيطرة. طبعا راح يشاركني في المهمة مجموعة من الشباب، مع محدثكم النقيب العارف الشجاعي، والملازم فهد الحربي، والوكيل الرقيب حسن الشيفي، والعريف احمد الشهري، ومصورنا فواز الشهري. العملية ان شاء الله تحت سيطرتنا باذن الله، ودعواتكم لنا بالتوفيق. تم الان اقتحام الدشمه. طبعا الدشمه طلعنا من القناص، والاسره سوف نقوم بتفجيرها ان شاء الله قريب. الان سوف نقوم بتدمير موقع القناص.